من زمان ما عملناش فيديو مزاد الزغليل، مزاد زغليل زاجل وشباب للبيع في دمياط. معانا المجموعه دي، مجموعه بسم الله ما شاء الله عدد محترم، وفي كمان دي شباب وفي كمان زغليل تاني اصغر شويه. هنقسمهم على مجموعات ونقول شروط المزاد للناس اللي هي اول مره تشوفنا. طيب شروط المزاد، الاستلام في دمياط ده اول شرط اساسي، وانك تكتب سعر اكتر من السعر اللي انا بقوله ايا كان، هتزود بالعشرة جنيه. انا هبدأ اي جوز في المجموعات اللي انا هعرضها، اي جوز بخمسين جنيه لاي جوز سواء زغليل او شباب. حضرتك برضو اختار المجموعة اللي انت عايزها وتقول لي المجموعة رقم كذا وحدد السعر، انت اللي هتحدد السعر، بس لازم في تعليقات الفيديو علشان محدش يعني ايه يطلبني او يكتب لي على الفيس او على الواتس اللي هو عايز المجموعة كذا. لازم لو عايز تشتري بيع حر يبقى بعد المزاد، خلاص طالما عرضناهم يبقى بعد المزاد. ان شاء الله الفيديو ده هننشره الحد ونهاية المزاد ان شاء الله الخميس. طيب نقسمهم على مجموعات ونرجع نشوف كل مجموعة لوحدها ونشوفهم مع بعض بالتفصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم، ازيكم وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم اخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. معانا اول مجموعة قسمناهم حسب اللون، لكن في غير اللي حضرتك شفتهم في السلكة في اول الفيديو في زغاليل صغيرة للي عايز يطير يعني. بالمناسبة ان انا المكان عندي مقفل بسلك كده، فانا ما طيرتش يعني، الحمام ده ما شافش السماء خلاص، ما شافش الجو خالص، ما طير جوه الاوضة كده، سواء زغاليل معتمدة او شباب كله طير جوه الاوضة كده. يبقى على بركة الله نبدأ المجموعة الأولى، دول سبع حتات لونهم أسود. أي قص بداية المزاد 50 جنيه. ما تنساش تقرا التعليقات، شوف التعليق اللي قبلك كتب كام على نفس المجموعة اللي أنت عايزها، وبعد كده زود السعر اللي أنت عاوزه، يعني أنت اللي هتحدد السعر. على بركة الله نخش على المجموعة التانية. المجموعة التانية جوزين إزازي، بسم الله ما شاء الله، عليهم ثلاث ريشات وأربع ريشات وخمس ريشات. دي المجموعة التانية، يعني حاجة قربت تشتغل خلاص. لو قربنا حضرتك بسم الله ما شاء الله، حجم وصحة، ربنا يبارك للي هياخده. تمام كده. المجموعة التالتة قصين بديري، كل الحمام يا جماعة اللي هنبيعه النهاردة زاجل سواء زغليل او شباب. اللحم له فيديوهات تانية، شوفهم كده من قريب، بسم الله ما شاء الله، حجم وصحة، عليهم ثلاثة واربعة وخمسة وسبعة، يعني كل ده قرب يشتغل اللي عرضناه من شوية. ندخل على المجموعة الرابعة. المجموعة الرابعة ثلاث حتت ازازي وفرد واحد مفصص، بسم الله ما شاء الله، حاجة محترمة. فيهم يا جماعة واحد فرد واحد عليه ريشة واحدة والباقي خمسة وستة وسبعة. تمام، دي المجموعة الرابعة. ندخل على العمر الأصغر شوية، زغليل وفيها شباب يعني، اللي فاكك ريش واللي فاكك ريشتين، بس تبقى أعمار أصغر من دي شوية. المجموعة الخامسة شين زغليل معتمدين، ثلاث حتت اسود والحته الرابعه بديري، طبعا معتمدين على نفسهم، مش هقول لك فكين ريش ولا حاجه، للناس اللي هي عايزه تعود الزغليل على المكان عشان تطيرها، دول اللي هم ينفعهم يطيروا او يتعودهم على المكان لو انت خايف عليهم ان هم يروحوا يعني. اما اللي خدته قبل كده ممكن تلزقه ببلاستر او انك تقص جناح يعني. ده عمر اصغر برضو شويه، في طبعا زغليل عمر اصغر من هنا ليوم الجمعه، اللي عايز حاجه برضو يكلمني. يبقى هنقول دي المجموعه الخامسه. كل المجموعات يا جماعة عشان محدش، انا ما قلتش السعر غير في بداية الفيديو، كل المجموعات بداية سعر المزاد 50 جنيه. دلوقتي طبعا اسعار الكلفة زادت، وطبعا حضراتكم عارفين حمام الدبيح بيتباع الجوز ب60 وب70 على حسب منطقتك يعني، اقل حاجة يمكن هتلاقيها 50 للدبيح اللي هو البلدي يعني اللي هو زي العصافير. المجموعة الستة قرب منها كده شوية، بسم الله ما شاء الله، كلهم بديري دول يا جماعة اهو،
يمكن اللي قدام ده اصغر منهم شويه، لكن احنا لسه انا بصور النهارده السبت، لسه قدامك ليوم الجمعه ان شاء الله نرجعه لاهاليه يكون بقى تمام. طيب لو في حد، دي مهم جدا اللي انا هقولها دي، لو في واحد قال 80 على المجموعه معينه، المجموعه رقم واحد او المجموعه اتنين او ثلاثه هكذا، لو قال المجموعه واحد 80 وفي حد قال كل المجموعات 80، يبقى احنا طبعا الافضليه للي يطلب كل المجموعات. وكذلك لو قال المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه واحد قال مجموعه واحده ونفس السعر، هنختار اللي قال مجموعتين، تمام، علشان نكون ايه محدش يفتكر ان احنا بنفضل حد عن حد. كده المجموعات كلها خلصت. نتكلم بقى عن الحمام اللحم اللي الناس برضو كانت طالبه مني. طيب الناس اللي كانت طالبه زغاليل لحم وبتسال على سعر زغاليل لحم، زغاليل اللحم بعد زياده الكلفه زي ما هي 150 جنيه، طبعا كنا عاملين عرض قبل كده 125 جنيه، خلاص بقى العرض ده انتهى، لكن دلوقتي 150 جنيه. طيب بالنسبه للحمام الشغال، انا ما ببقاش شباب، يا اما زغاليل يا اما حمام تاخده من السلاكه كده واقول لك الحمام ده محص عندي والحصى بتاعه معمر، عشان تبقى ضامن انت اخد ايه، مش هديك حمام شبابات يطلعوا دكرين او يطلعوا انتيتين او يطلعوا بيبيضوا بيضه واحده او البيض فاضي مش معمر، ادي لك حمام شغال من جوه السلاكه بكام؟ ب 350 جنيه. 350 جنيه شغال او اول شغله يعني، لكن طبعا هو اللي هيبقى موجود اللي انا بجهزه لصاحب النصيب ان شاء الله، بستنى بس لحد ما يحصي، وزي ما قلت لك اكشف على البيض واتاكد ان هو محصي حصويتين واتاكد ان البيض عمران، وان شاء الله نسلمهم لصاحب النصيب. سعر الشغال 350 جنيه. بكده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.